انطلقت حملة بتحمل شعار المعرفة بين إيديك، وبتستهدف هذه الحملة التوعية بأهمية بنك المعرفة المصري والاستفادة من خدماته لكل فئات المجتمع باعتباره أكبر مكتبة رقمية مش بس في مصر لكن في العالم. الحملة بيقوم بيها طلاب كلية الإعلام بجامعة المنوفية ضمن مشروع تخرجهم للسنة دي. خلينا نعرف تفاصيل أكتر عن المبادرة. معانا على التليفون الزهراء سلامة، قائد مشروع المعرفة بين إيديك. صباح الخير عليك يا زهراء. صباح النور، أخباركم إيه؟ إحنا تمام، أنت اللي أخبارك إيه؟ الحمد لله زي الفل. حكمتوا المشاريع ولا لسه؟ لا لسه، يعني لسه شوية. يا رب على خير. قولي لي بقى، مبادرة المعرفة بين إيديك، إيه الفكرة منها؟ إزاي هتوصلوا الرسالة؟ إحكي لي كل الحكاية. تمام حاضر. إحنا يعني في البداية حابة أعرفكم بنفسي، الزهراء سلامة. إحنا مجموعة طلبة من كلية إعلام جامعة المنوفية، قسم اتصال تسويقي، شعبة علاقات عامة والإعلام. مشروع تخرجنا هو عبارة عن حملة للتوعية والتعريف ببنك المعرفة المصري، بنحاول من خلالها نوصل نوعي الجمهور، أو نوصل يعني من خلاله إزاي بنك المعرفة المصري يقدر يفيد كل المصريين باختلاف أعمارهم، لأنه من خلاله بيقدم مصادر تعليمية وبحثية من أكبر دور النشر العالمية، بيكونوا أصلا أكبر مكتبة رقمية في العالم. الحملة بتاعتنا، طبعا نسيت بس أقول إن هي اسمها EKB، هي اختصار لاسم البنك بالانجليزي. كمان من اهدافنا ان احنا نوعي الناس ازاي يستفيدوا من خدماته باقصى استفاده، لان البنك مش بس، او يعني البنك متعارف عليه ان هو اكتر للباحثين او للمتخصصين او الباحثين اكتر. أيوة، لكن ناس كتير ما يعرفوش انه ممكن بنك المعرفه ده يقدم معلومات لفئات مختلفه جدا في المجتمع، ناس كتير يعني. بالضبط، ايوه، ان هو اصلا اوريدي لو دخلنا على البنك هنلاقي ان هو عليه بوابات، اربع بوابات موجهين لفئات مختلفه من المجتمع، بدايه اصلا من الاطفال وصولا لطلبه التعليم الاساسي سواء ابتدائي اعدادي او ثانوي، طلبه الجامعه، اساتذه الجامعه والاكاديميين والباحثين، وكذلك القراء العاديين. يعني ممكن لو احنا اصلا مش متخصصين في اي حاجه، ممكن القارئ العادي يقدر يدخل عليه فيقدر يوصل لكتب ومجلات دورية. جميل. يستفيد منها وينمي ثقافته العامة. طب زهراء، احنا واحنا في الكلية كده وبنعمل مشروع التخرج كلنا كنا بنحاول نعمل حاجة مختلفة، يعني حاجة جديدة تشد الناس وكمان تشد لجنة التحكيم طبعا عشان ناخد يعني ايه درجة كويسة. فأنا عايز أسألك، ايه المختلف بقى؟ ايه الجديد؟ يعني ازاي قدمتوا بنك المعرفة بشكل مختلف عشان توصلي رسالتك من خلاله؟ تمام، احنا من خلاله والله احنا بنشتغل على اكتر من محور، من ان احنا بنحاول نقدم افكار كرييتيف شويه، ان احنا نقدم بنعرضها من خلال اعلانات تلفزيون، اعلانات راديو، بنقدم كذلك مطبوعات، بنحاول نركز فيها قوي ان احنا نعالج المشاكل او نوضح المزايا والخدمات اللي فعلا هتفيد الجمهور من خلال البنك، وازاي هو يستخدمه بشكل صحيح، لان برضه في فئه كبيره من المجتمع عارفه البنك ولكن مش بتعرف تستخدمه بشكل صحيح. أكيد. طيب أنتوا عددكم كام واحد تقريبا؟ وأنتوا بتختاروا المشروع، أنتوا اللي اخترتوا الفكرة ولا كان إدارة الكلية أو القسم هم اللي اتفقوا معاكم أنه مثلا يبقى في مجموعة موضوعات وأنتوا بتنقوا كل واحد فيكم الموضوع اللي أنتوا عايزين؟ إحنا عددنا 13. لا، حتة اختيار الفكرة كانت يعني ممكن أقول بالتعاون ما بيننا وبين إدارة الكلية والأساتذة والدكاترة في القسم. يعني هم احنا فكرنا في اكتر من فكره وطرحنا اكتر من موضوع، وفي الاخر اتفقنا ان احنا نتكلم عن بنك المعرفه المصري، لان احنا شفنا ان يعني هو من اهم المؤسسات الموجوده في مصر اللي محتاجه فعلا انها يتروج لها، لان هو واحد من اكبر المشاريع القوميه في مصر اللي بتدعم التعليم وبتدعم البحث العلمي كمان. فشفنا ان هي يعني من افضل المؤسسات اللي احنا محتاجين نروج لها، خاصة ان العلم هو اساس كل حاجة، هو اساس طبعاً التطور البلاد طبعا في كل مجالات يعني. اكيد، وهو ده الفترة اللي فاتت الدولة المصرية مهتمة جدا انها تستثمر فيه، العلم والتعليم. كل الشكر ليكي الزهراء سلامة، قائد مشروع المعرفة بين ايديك، شكرا ليك.